على اي حال خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر. وللسنه الثانيه محافظه الغربيه حصلت على المركز الاول في محو اميه الكبار ضمن انشطه المبادره الرئاسيه حياه كريمه اللي بيتم تنفيذها في قرى مركز زفته. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر. معانا على الهاتف الاستاذ محمد ابو النبايل مدير فرع الهيئه العامه لتعليم الكبار بالغربيه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا فندم. صباح الفل يا فندم. صباح الفل. اهلا بيك. يعني طبعا خليني اقول لحضرتك انه الخطوه دي خطوه ايجابيه جدا ومهمه جدا وبنبارك لكم عليها، بس عايزين نعرف معاكم من حضرتك في البدايه يعني ازاي قدرتوا ان انتوا تحافظوا على هذا اللقب للعام الثاني على التوالي؟ يعني الموضوع مش بسيط، حتى فكره ان احنا نقدر ان احنا يعني نقدر نجمع عدد كبير كمان من الاشخاص اللي هتحتاج محو الاميه، ده برضو تحدي مش سهل. بشكر حضرتك يا فندم، والحمد لله احنا حققنا في فرع الغربيه في المستهدفات في محو الاميه في قريه في قرى مركز مدينه زفته. نعم. اعلى معدلات كبيره جدا، حققنا الحمد لله 313% من المستهدف السنوي. قدرنا ان احنا نحقق ونمحو اميه اكثر من 12,000 دارس في خلال الفتره اللي فاتت في مبادره حياه كريمه ضمن قرى ومركز مدينه زفته في محافظه الغربيه، ودوت راجع لمجهود كبير جدا احنا عندنا في الهيئه بقياده معالي الاستاذ الدكتور محمد يحيى ناصر رئيس الجهاز. عملنا خطه ان احنا لابد من مشاركه الهيئه بادوار فعاله في جميع المبادرات الرئاسيه اللي في خمسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتطوير وبناء المواطن المصري وتطوير العنصر البشري وتمكينه جنبا الى جنب مع تطوير وتحديث البنيه التحتيه اللي ماشيه على قدم وساق في البلد الحمد لله في السنوات الاخيره. وعملنا خطه مع معالي الوزير المحافظ الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظه الغربيه ان احنا نشتغل على عده محاور. اول محور ان احنا نقدر نستخدم ونفعل جميع البروتوكولات الموقعه مع الجهات الشريكه. احنا عندنا في الهيئه عاملين بروتوكولات محو الاميه مع جميع المديريات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني. صحيح. زي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضه، وفي طبعا بروتوكول الجامعه اللي انا بثني عليه بصراحه وبثني على طلبه الجامعه كلهم لان هم كان لهم دور فاعل جدا في تحقيق الانجاز العظيم ده. واحنا حبينا نستثمر طاقات طلبه الجامعه في مجال محو الاميه وعملنا لهم ندوات تثقيفيه لتعريفهم ان ده واجب وطني وازاي ان هو يقدر يشرح ويدرس في فصول محو الاميه، لان طبعا الطالب او الطلبه في محو الاميه محتاجين طريقه تدريس معينه، وحبينا نخلي دوت ان هو يبقى مدخل مهم جدا لتثقيفهم بجميع الاتجاهات الحديثه في الدوله ورؤيه مصر 2030 والشمول المالي. بنديهم معلومات بسيطه بس بتخليهم يقدروا يواكبوا التطور اللي حاصل حواليهم عشان يقدر يكون مواطن نافع لبلده. نعم. ولنفسه ان شاء الله. استاذ محمد، يعني بعد صباح الخير وتهانينا لحضرتك على يعني استمرار النجاح، وفكرة ان في حقيقة الامر الحفاظ على النجاح دايما بيكون اصعب من تحقيق النجاح زي نفسه، يعني فازاي بيتم بقى تحديد القرى والمراكز اللي المستهدفة اللي بيتم فيها تدشين المبادرة الخاصة بحضراتكم ومحو الامية فيها؟ والله يا فندم هو الحمد لله ده فضل من ربنا ان احنا بنقدر نحافظ على الانجاز بتاعنا، بس دوت برضه احنا محققين على مستوى الفرع داخل محافظة الغربية بالكامل. نعم. انجازات كبيرة جدا، لان احنا يعني لازم نكون متواجدين، مصر كلها بتتقدم وبتطلع لقدام، فلازم ان احنا المواطن المصري لازم يكون في تطوير حاصل ليه، ولازم يكون مثقف عشان يقدر يواكب ونقدر نخش في مرحلة ما بعد الأمية اللي هي الأمية الرقمية والتكنولوجية عشان نقدر نواكب العالم الخارجي، لان طبعا مصر تستحق انها تكون مصف الدول العظمى ان شاء الله. بكل تاكيد يا فندم. طيب عايز اعرف من حضرتك برضه يا فندم، يعني بالنسبه للمستفيدين من برامج محو الاميه ده، يعني اختيارهم بيتم ازاي؟ هل بيتم عن طريق احنا اللي بنستهدف الاشخاص دي، ولا هم اللي بيتقدموا؟ ايضا المعلمين كمان ايه معايير اختيارهم؟ والله يا فندم احنا عندنا
بيتم ذلك بطريقتين. انا عندي حظ ان انا عندي جيش من الموظفين وموظفين الفرع وموظفين الهيئه بيتعمل عمل، بيتعمل حظ في القرى والمدن، ولنا مقرات في جميع محافظات الجمهوريه بيتقدم ليها المواطن اللي بيرغب في ان هو يمحي هويته، بيتقدم للفرع في المقر او عن طريق مدرس. احنا عندنا فصول كبيره جدا خاصه بالهيئه وخاصه بالقيادات الشريكه اللي احنا عاملين معاهم بروتوكولات، بيجي المدرس بيقدم للناس اللي هم في محيط محل السكن بتاعه، بيجمع بطاقاتهم وبيجيبهم يتقدم بيهم للفرع، وبنعمل لهم حاجه اسمها فلتره بيانات عشان نتاكد ان هو امي وكامل الاميه. وبعد كده في بروتوكولات طبعا، وفي تعاون من جميع الجهات الشريكه، مدارس التربيه والتعليم مفتوحه لنا، بنقدر نفتح فصولنا في مدارس التربيه والتعليم. المدرس بيفتح الفصل في اي وقت في اي مكان في المدارس اللي هو يعني يكون مناسب للدارسين اللي هم يتواجدوا، بالنسبه لهم حاجه قريبه مش عشان ما يبقاش في مشقه بالنسبه لهم، وتبقى الدنيا سهله في الحضور للفصول. او الدارس بيتقدم لي في الفرع وانا بقدر اوجهه لاقرب مكان لي واقرب مركز تعليمي لي بيكون مناسب ليه ان هو يشتغل، بحيث ان هو برضه ما عطلوش عن عمله. لان مواعيد الفصول عندنا في محور الاميه بتبقى اخر النهار، يعني ممكن ما يشتغل عادي بعد المغرب. اللي هو مبدا لا ضرر ولا ضرار. بالظبط يا فندم، لان انا عايز اعلمه، بس في نفس الوقت لان حضرتك زي ما حضرتك عارف هو كلهم ما اقدرش اعطل حتى عن شغله، معظمهم من المهن الحره، ما اقدرش ان انا اعطله، هو كده هيحكم على الحضور في الفصول. فبنوفر الفصول في الوقت والمكان المناسب. طيب يعني طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ محمد ابو النبي المدير فرع الهيئه العامه لتعليم الكبار بالغربيه، وكمان بنحييك وبنبارك لحضرتك.